السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ولقاء يتجدد معكم كل أسبوع من صالون مريم. مشاهدينا الكرام، أهنئكم كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب كده يبلغنا يا رب يوم عرفات. إحنا قليلا وقريبا ذو الحجة، وإن شاء الله كده وقفة عرفات، ويا رب كده يبلغنا جميعا يا رب، ويبعد عنا البلاء والكرب العظيم. كل عام وأنتم بخير. مشاهدينا الكرام، احنا زي ما احنا عارفين مع بعضينا ان برنامجنا بيشجع المواهب الاصوات في القران الكريم والابتهالات والانشاد الديني، ان احنا يعتبر بدايه الطريق ليهم، بنحطهم على اول السلم وهم ينطلقوا ان شاء الله، ونسال الله لهم التوفيق يا رب. بنحاول ونجتهد ننقي احلى الاصوات علشان تستمتعوا معنا بيها، وإن شاء الله النهاردة نستمتع مع بعض ومعانا المبتهل والمنشد زياد علام. زياد، أنا هو هسيبه يعرف نفسه، لكن أنا الأول هقول لكم، زياد ناجح بالثانوية العامة لهذا العام بنسبة 95.5% علم رياضة. بقول له مبروك يا زياد ونورتنا، الله يخليك. واحنا جايبينك النهارده عشان نقول لك مبروك، وعلشان تمتعنا النهارده. الله يبارك لك. الله يخليك ان شاء الله. تحب بقى تقدم نفسك وتعرف نفسك للساده المشاهدين، وعشان اهلك وحبايبك يشوفوك دلوقتي. والله اسمي زياد على السيد علام، من قريه بتمده، مركز بنا قليويه. الحمد لله كنت في الثانويه العامه السنه اللي فاتت، وربنا كرمني وجبت 95.5% شعبة علم الرياضة، وإن شاء الله أقدم في كلية الهندسة جامعة بنها بأمر الله. إن شاء الله. يعني دي طموحاتك إن أنت تبقى مهندس؟ أه طبعًا. طب مهندس إيه بالظبط؟ مهندس ميكانيكا. ربنا يوفقك. الله يخليك. ربنا كده ينولك أمنياتك ويحقق لك كل أمنياتك إن شاء الله. يا رب. طيب أنت على طول كده هتسمعنا حاجة، بس هات لنا حاجة بمناسبة يعني إن إحنا داخلين على ذو الحجة ووقفة عرفات، فنحب نسمع أول حاجة منك. هنبتدي بتهل الأول إن شاء الله. إن شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين، يا رب. فادعو الإله لدى العتيق وزمزم، فادعو الإله، فادعو الصفا أو مروات، ودع الإله، ودع الإله بوابل العبرات، فدع لدى الصفا أو مروة،
ادعو الإله بوابل العبرات أن يجمع المولى القلوب على التقى حتى نفوز لديه بالجنات. الله يفتح عليك ما شاء الله. زياد، انت في حاجات معينة انت بتألفها ولا انت بتاخدها يعني من مبتهلين مثلا قدامى؟ ما فيش حاجة خاصة بيك انت؟ والله حتة خاصة بيا دي انت عارفة ان هي لسه عليها لسه شوية. انت بس ممكن اخد، بس انت فكرت فيها؟ فكرت فيها. ده في حاجة تبقى بتاعتك انت باسمك انت فكرت؟ ايوه اكيد طبعا، يعني طموحي يعني انني اعمل البوم ليا طبعا. بس هي الحكايه ان انا باخد مثلا الكلمات مثلا من الشيخ سيد نقشبندي، الشيخ نصر الدين طبار، او من الموجودين دلوقتي من مشايخنا الحاليين يعني، وممكن اضيف عليها اللحن بتاعي بقى مثلا. اضيف عليها اللحن يعني، واخد من هنا احط من هنا يعني، من القديم على الحديث يعني. هو ده يعني الطموح بتاعي ان شاء الله. طب انت لما حبيت يعني ان انت تنشد او تبقى يعني في المجال ده، مين شجعك او مين قدوتك اساسا؟ اللي شجعني في الموضوع ده والدي. واهلي يعني. إيه، والدك مبتهل؟ لا، والدي هو مشجعني يعني، بيحب يعني. بيحب. ايوه محب ومستمع يعني. هو شجعني يعني الحمد لله. بتسمع لمين؟ مين اكتر حد بتسمع له من القدامى؟ من القدامى؟ الشيخ طه الفاشني، الشيخ محمد عمران، الشيخ سيد نقشبندي. ده ما شاء الله. والشيخ نصر الدين طبار. ما شاء الله. وغيرهم يعني من مشايخنا القدامى، بس دول يعني يعتبر اكتر ناس بسمع ليهم. ما شاء الله. وانما من القدامى بقى تقريبا بسمع كل حديث يعني. حديث بسمع كله يعني، بتعلم من الحديث طبعا. لازم اصل انت لازم تبقى برضو يعني متابع التطور في العصر، لان طبعا. قبل كده القدامى احنا بنمشي على نهجهم. انا بسمع من بدايه من الشيخ علي محمود اللي هو اول واحد ابتهل في مصر. ما شاء الله. لحد النهارده يعني من مشايخنا الموجودين حاليا، ربنا يبارك فيهم يا رب. رب العالمين. ربنا يزود منكم يا رب. امين يا رب العالمين. احنا برضو القراء يعني برضو زيك كده. نسمع من القراء. انت حافظ القران؟ الحمد لله. ما شاء الله. انت يعني ما فكرتش ان انت تبقى قارئ اكتر؟ انا فكرت ان ابقى قارئ حقيقي يعني، بس الحمد لله يعني انا بحب الابتهال. بحب الابتهال يعني، حتى بحس ان هو قريب لي. وحتى مع الشباب يعني برضو بيكون حاجه قريبه لي. لا، هو زي ما تقول ايه، انت بتحب النغم. بتحب الموسيقى. طبعا. فبتحس مع الابتهال ان انت عايش في ايه، في نغم روحانيات، مع ان القران برضو نغم. طبعا. بس انت سبحان الله القران له روح وايمان. أكيد. واحساس تاني. الابتهال له برضو احساس تاني خاص. صح؟ صح. وفي واحد ميوله بتتجه هنا، وفي الاخر ميوله تتجه. كل حد يبقى مش هيبقى في قارئ او بالعكس، مش هيبقى. وفي ناس ملمه وفي ناس بتوفق بين الاثنين. ما انا بقرا برضه بس ايه يعني، على بس مش بتحس، بتلاقي نفسك زي ما انت بتلاقي نفسك. طبعا. ربنا يوفقك يا رب. الله يخليك. النهارده بمناسبه النهارده برضه يوم الجمعه، طبعا لازم نكسر من الصلاه على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طبعا فضل الصلاه على النبي فضلها عظيم. طبعا. بترفع البلاء وتجلب الخير والرزق والعطاء، وتغفر الذنوب، بتجاب الدعاء، حاجات كتير بفضل الصلاه على النبي. صلى الله عليه وسلم. ويوم الجمعه بالاخص. أحلى يوم صلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. ألف صلاة عليك يا رب. سمعنا حاجة بقى للنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي أصل الجمال، الجمال الجمال، هو الجمال كله، حتى القمر جبريل دليل النبي في الإسراء والمعراج،
وفي ساحة الزاد قال له من نور اللي بيدله يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين طالتنا عارفينه أعظم إنسان هذا العالم طال عدنان عارفينه أعظم إنسان هذا العالم وفي كل مكان نشر دينه شرق ومغرب وبلاد الصين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين ليلة حلوة ومحليها رب القدرة ومنورها ليلة حلوة ومحليها رب القدرة ومنورها المولى دعانا وجيناكم نمدح طاقة فوجدناكم أحباب للزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا. الله يفتح عليك. الله يخليك. لا بصراحه انت ما شاء الله عليك يعني. الله يخليك. زياد انت من امتى وانت بتبتهل؟ وانت في سن كام تقريبا؟ هي حته ان انا ابتهل كان مفهومه عندنا ايام الابتدائي انشوده. كنا بنقول انشوده في الابتدائي مثلا في الطابور وكده. انها بقى حته ان انا ابقى مبتهل او ابقى منشد دي كانت بدايتها كانت بدايتها من الاعدادي من الاعدادي الاعدادي بدات تفهم يعني ايه يعني او تحس ان انت في يعني في مكانه لازم تتحط فيها طبعا صح كده فحاولت ان انا انمي نفسي بقى في المجال ده في مجال الانشاد واعرف ومجال الابتهال واعرف افرق بين الاثنين يعني ان في ناس يعني مفكره الاثنين واحد لا بس هما الاثنين مش واحد لا الابتهال حاجه والانشاد معروف مثلا ان هو بيكون في مسجد في صلاة الفجر أو في أي أمسية من الأمسيات اللي بتقام إنما الإنشاد بقى مثلا بيكون في حفلة حفلة مثلا تكريم طلاب أو حفلة بقى تبع الجامعات مثلا أو تبع المدرسة سبحان الله دي لها نغمة ودي لها نغمة ولها كلماتها ودي لها كلماتها والاثنين الغرض واحد وليهم روح كل واحد بروح طبعا طبعا وأنت ما شاء الله يعني ليك في ده وده يعني طبعا ما شاء الله الله يخليك زياد انت ما شاء الله قلت لي ان انت حاصل على الثانويه العامه بنسبه 95.5% السنه دي انا اول ما عرفت بصراحه فرحت لك وباركت لك على طول على الفيسبوك الله يخليك وقلت لازم نبارك لك معانا على الهواء وكل الناس تبارك لك زياد مين بيقف في ظهرك طبعا بعد والدك وبعد والدتك مين بيقف معاك في 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 النجاح ده اصدقائي والمدرسين بتوعي طبعا واصحابي اللي هم يعني مش شرط بقى اصحابي مش شرط اصحاب دراسه لا اللي هم اصحابي يعني اللي هم قريبين مني واهلي طبعا يعني اصل هم بيحبوني كلهم طبعا طبعا فهم بيشجعوني يعني ان انا اوصل يعني كده الحمد لله بس احنا المعروف ان احنا دايما الاب والام يحبوا يشوفوا اولادهم في رقم واحد طبعا رقم واحد وربنا كده يساعدهم بيك يا رب امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين يعني انت برضو حاجه كويسه ونموذج مشرف للشباب اللي في سنك الله يخليك وما شاء الله عليك من المتفوقين وكمان لله. عندك موهبه فنيه دينيه تحترم وانت يعني تؤجر عليها وكمان تحترم بيها الحمد لله صح الله يبارك لك الله يخليك انت النهارده منورني وطبعا اكيد عندك حاجه مناسبه وقفه عرفه عايزين احنا نبدا احنا بقى قبل الدنيا كلها ونقول حاجه والناس سمعنا حاجه كده بمناسبه الوقوف على عرفات هتبقى انشوده ان شاء الله ان شاء الله ودي لي سلامي يا رايح للحرم ودعي لي وسلم لي على هادي الأمم ودي لي سلامي يا رايح للحرم
الحرم ودعي لي وسلم لي على هادي الأمم. انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها، انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها، يحرسها ربي ويرعاها اذكرني أمامها ودعي لي ودعي لي يا ساعي بهم من الصفا للمروة، يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة، يا ساعي بهم من الصفا للمروة، يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة، يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة، يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة، اطلب من مولاك الرحمة واسأله الرضا وادعي لي وادعي لي هنيئا هنيئا يا رايح للهادي، غرامه شغلني بلا كل فؤادي، هنيئا هنيئا يا رايح للهادي، غرامه في قلبي ملا كل فؤادي، ادخل من باب السلام بتأدب واحترامي، ادخل من باب السلام بتأدب واحترامي، سلم على طه التهامي واسأله الرضا وادعي لي وادعي لي. اللهم ارضى عنا وارضنا يا رب العالمين. اه ما شاء الله عليك، الله ربنا يفتح عليك زياد، انت النهارده نورتنا واسعدتنا، ويا رب كده اشوف كل الشباب زي زياد، اشوفهم كده متفوقين في علمهم ومتفوقين في نقول طموحاتهم، يعني انا ما اجيش اقول انا خلاص حياتي بتتوقف العلم فقط، لا لازم يبقى عندك ميول، لازم يبقى عندك ميول رياضيه، ميول فنيه برضو ما بنقولش حاجه، بس اهم حاجه ترضي الله. فانا مبسوطه قوي من زياد ان هو ميوله حتى الفنيه داخله في الدين، ودي حاجه كويسه جدا وتحسب له، واكيد في ميزان حسناته برضه، لان انت ماشي في يعني رحاب الله وحب رسول الله، يا حاجه جميله وحاجه بصراحه مشرفه ورائعه. فأتمنى للجميع كل الشباب وكل فاصل ونرجع لكم تاني. اتفضل. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل وضيفي زياد علام. مرحبا بك مرة أخرى زياد، الله يكرمك يا رب ويوفقك يا رب. مشاهدينا الكرام طبعا النهاردة الحلقة بتاعة زياد، فأنا مش عايزة يعني هو موصيني إن هو عايز يقول حاجات كتير النهاردة، بمناسبة طبعا احتفالنا بنجاحه، فعايز يسمعنا ابتهال. هتسمعنا ابتهال؟ ماشي. سبب اللغة العامية بقى. طب مفيش مشكلة. فايت على الورد قال لي قبل ما تكلم سايق عليك النبي لما تزور السل. فايت على الورد قال لي قبل ما تكلم سايق عليك النبي لما تزور السلم، ولما تدخل عليه وتصلي وتسلم تبص تراب
ولما تدخل علي وتصلي وتسلم تبوس تراب اليدم في الحجر علم وتقول له ورد الرياض وتقول له ورد الرياض لك يا جميل سلم وانت الجميل انت انت الجميل وانت الجميل اللي حسنه يا سلام سلم. أشكرك زياد، النهاردة نورتنا وأمتعتنا، وإن شاء الله كل المشاهدين يكونوا استمتعوا زي ما احنا استمتعنا، وإن شاء الله كده أشوفك مهندس، وإن شاء الله نستضيفك في برنامجنا برضو إن شاء الله، وإن شاء الله المسابقة الجاية تشارك معنا فيها وبإذن الله كده أشوفك مبتهل وأشوفك مهندس، وإن شاء الله أشوفك حاجة جميلة في المجتمع بإذن الله. مشاهدينا الكرام، بكده نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. أشكركم لحسن المتابعة، نلقاكم على خير ونسمع حاجة واحنا بنختم. شكرا زياد، واشوفكم على خير الحلقه القادمه ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. منك لم ترى قط عيني، واطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء.